في الاهلي. طبعا. قول له بقى مساء الفل. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام وبركاته. كابتن ميدو ازيك؟ منور الدنيا يا حاج، ربنا كده يكرمك. كل سنه وحضرتك طيب الاول. كنت طيب. الايام المفترجه اللي احنا فيها الجميله دي. وربنا يخلي لك شهاب، حاجه جميله جدا وشخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه مؤدب. ان شاء الله ربنا يكرمه. الحمد لله والشكر لله يا حبيبي. هو يعني ابن بار ان شاء الله، وربنا يوفقه، ودايما ندعي له ان ربنا يوفقه. ربنا يخليك يا حاج. انا بقى عايز اسالك سؤال بقى، قلت له ايه لما قال لك انا هسيب الاهلي؟ لا انا ما ولا ما قالكش؟ لا كنت في 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 دوامه الايه اللي قاعد مثلا بقاله من 96 لغايه 2014 وبيحاول يكبر في نجم، وكل الناس بيساعدتهم بتقول ان هو هيبقى لعيب كويس، وفي الاخر تحس ان انت ممكن ايه الامور تبعد عنك شويه. تمام. كان لازم يبقى فيه، لان احنا اولاد الاهلي في الاصل، بس اولاد الاهلي كلنا اكيد، يعني اخوه، حتى اخوه دلوقتي هو برضه في النادي الاهلي في القطاع في 2006. في اخويا في 2006 ما شاء الله. هنتكلم نتكلم عليه اكيد. فطبعا هو كل حاجه نصيب طبعا، وشهاب دايما راضي بنصيبه، بس هو كان في مشكلة ان هو ما كانش عارف يتأقلم في الفترة دي، قعد سنة وسنتين لغاية ما يعني بالنصيحة لغاية ما كده ربنا كرمه وبدأ. لكن انا بعتقد ان السنة الأخيرة للسعودية هي دي من أفضل السنوات اللي بعد ما خرج من النادي الأهلي. لسه كنا بنتكلم في النقطة دي، وقال لي فعلا ان هو من أفضل السنوات اللي لعبها كورة، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا هنا كمان في الدوري المصري في الدوري الممتاز، لأنه يستاهل بصراحة، نادي كبير. لكن قول لي، أنت كنت مقتنع إن هو يسيب النادي الأهلي علشان يشوف مكان تاني؟ لا طبعا. ما كنتش مقتنع؟ لا طبعا. شفت؟ هو ما كانش مقتنع، هو كان ساعتها، لأن أنا قبل ما أمشي كان بيجي له حاجات من بره. لا طبعا، ما خدتش في دماغه ثواني، ما فكرش. لا 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 ما فكرش. أنا بقول لك، هو حتى اتفاجئ بقراري، يعني حتى اتفاجئ بقراري لما رجعت، لقيت في يوم لما بقول لحضرتك انت خدت القرار من غير ما ترجع له. اخدت القرار لان انا اللي عايش في الاجواء. بس ساعات النصايح بتفرق، واكيد طبعا والدك عارف الحاج احمد. طبعا طبعا. بس ولا ايه يا حاج؟ يعني ساعات احنا كده الدنيا بتاخدنا، بناخد قرارات من غير ما نستشير اهالينا، وبنرجع نندم تاني عليها. كابتن ميدو، انا اقول لك على حاجات كده حصلت في الفتره اللي هي شهاد كان فيها في منتخب الشباب ومنتخب اولمبي. اتفضل. يعني قعد حوالي يمكن خمس ست انديه في اوروبا من افضل الانديه في المانيا وفرنسا واسبانيا، جات له الفتره دي اللي هي السنين دي، يعني من ايام المنتخبات يعني. والنادي الاهلي لا، مش هنقدر نفرط فيه. كابتن مانويل مثلا يقول لك لا ده انا محتاجه، طب يعمل معايشة مثلا بره، لا انا محتاجه. فانا طبعا كان الكلام ده ابن النادي الاهلي، ما اقدرش اتكلم يعني. حتى لما جاي يجدد شهاب بعقده قلت له يعني كام سنه؟ قال لي ثلاثه. قلت لهم ده 10. اساله كده معاك اهو. قلت لهم دي كانت تمضي طول العمر، ما فيهاش مشكله. تمام. لكن انا حزنت لما لقيت القرار كده يعني، فاهمني؟ لكن هو طبعا نصيب في الاول والاخير. اكيد اكيد طبعا. وليه هو ما يرجعش النادي الاهلي؟ برضه انا ليه ما اتمناش انه يرجع النادي الاهلي؟ طبعا 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 طبعا. حق مشروع كمان. وشهاب لسه بتكلم معاه، لعيب كويس قوي، لعيب كمان، لعيب مدرب، المدرب يحبه. ان شاء الله تشوفه في احسن مكان في الدنيا يا حاج احمد باذن الله. شكرا يا كابتن ميدو والله، يعني على شعورك ده. وطبعا انت، هو طبعا يعني اشتغل معاك في بتروجيت، فانت عارف شهاب. اكيد، ما انا عشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله تشوف احسن مكان في الدنيا. ونورتني وشرفتني في مداخلتك الحاج احمد سعد، والد نجم شهاب. ليه ما